بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى كتاب يلي غي كومبخوند. إذا نستأنف مع هاد العنوان كما نلاحظ جو لا بلاج. إذا جو طبعا كما نقول لعبة. نتكلم أحيانا عن لي جو أولمبيك، أحيانا نتحدث عن لي جو أولمبيك، الألعاب الأولمبية مثلا. إذا نتكلم عن أنواع الألعاب بما فيها الجري والقفز إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن هذا النوع من الألعاب. أما عندما نتكلم عن لعبة فنتكلم عن جوي. إذا نتكلم عن لعبة ممكن أننا في هذه الحالة أيضا نتحدث عن ألعاب من هذا النوع. إذا نتكلم عن لي جوي. أما هناك نتحدث عن جو، نتكلم عن الألعاب المبتكرة من خلال الجري، من خلال القفز أو لعب الكرة إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لي جو. ثم عندنا لابلاج. لابلاج يعني نتكلم عن الشاطئ. إذا نتكلم عن لابلاج. On est arrivé récemment à la dixième question. Nous allons donc continuer avec le reste des questions en observant l'image. Alors, un autre garçon est assis sur le rocher. Est-il à droite ou à gauche de celui qui va plonger? On a déjà identifié cette personne-là. Le voilà. C'est la personne indiquée. إذا نتكلم عن الشخص المعني بالأمر كما نقول. Nous prenons la onzième question. Comme nous le voyons, Jeanne a dit dans le ciel, je vois le soleil et deux nuages. Jeanne a oublié quelque chose. Es-tu plus malin que Jeanne? Peux-tu dire ce que Jeanne a oublié? Jeanne a dit. إذا Jeanne a dit dans le ciel, je vois le soleil. Et deux nuages. Jeanne a oublié quelque chose. Es-tu plus malin que Jeanne? Peux-tu dire ce que Jeanne a oublié? Peux-tu dire ce que Jeanne a oublié? Idem Jeanne a dit. Idem Jeanne a noqal. Tabanana adna le verbe dire. Msarraf le passé composé comme tel l'ahto. Adnana l'auxiliaire avoir. Msarraf le présent. Touma adna le participe passé le khas fil dire. دي ما تيجي بهاد الصيغه، تيجي بهاد الشكل دي. كما قلنا فاش ينفع لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي عندنا منه هاد الصيغه الخاصه بالفعل دير انها تجي بهاد الشكل، تينفع طبعا في تصريف الفعل المعني بالامر بحال اللي عندنا هنا لو فيرب دير في لي طون كومبوزي. اذا في الازمنه المركبه ديما تنضيف هاد لو بارتيسيباسي كما هو، ولكن هذا اللي تيتغير بحال هنا عندنا في البريزون. إذن هذا راه الباسي كومبوزي ديال دير. إلا كان هذا في لامبارفي هذا لو بلوس كو بارفي ديال دير. نفس الشكل تيبقى هذا نفسه هنا. اللي تيتغير هو الصرف، اللي تيتغير هو الصرف ديال هذا. إلا كان عندنا إتر تنشوفو الزمن اللي غيتصرف فيه. إلا كان عندنا أفواه بحال اللي عندنا هنا غنشوفو الزمن اللي غادي يتصرف فيه. وبالتالي تنحدو لو طون كومبوزي الزمن المركب ديال لو فيرب دير. جين أدي. إذا جن أنه قال دون لو سيال في السماء جو فوا لو سولاي أنا أرى الشمس إي دو نياج ثم أرى غمامتين. جن أوبليي كيلكو شوز. جن أوبليي كيلكو شوز. إذا جن أنه ناسية بحال اللي عندنا هنا لو فيرب أوبليي خدينا منه لو بارتيسيباسي كما تلاحظو ضفنا له لوكسيليير أفوار أو بخيزون بحال اللي عندنا هنا. ضفنا له لوكسيليير افوار او بريزون يعني مصرف في البريزون. اذا فحصلنا على لو باسي كومبوزي، حصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل اوبليي. اذا جن ا اوبليي كلكو شوز. اذا جن انه ناسي شيئا ما. اي تي بلو مال كو جن. طبعا مالا كما ذكرنا ممكن ان تعني شاطر ذكي الى غير ذلك، ولكن هاد مالا ممكن أن تعني الشطارة التي تستعمل في المكر. إذا ممكن نتكلم عن التي تستعمل في المكر. ممكن نقول عن شخص بأنه ما لا يعني أنه ماكر. إذا ممكن أن ما لا تعني ذكي شاطر، وممكن أن تعني أيضا ماكر بحكم أن هذا الدهاء مثلا أو هذا الذكاء أنه يستعمل في الجوانب السلبية من أجل خداع الناس مثلا. إذا نتكلم في هذه الحالة عن المكر. إذا طبعا واضح هنا أي تيب لمالا، هل أنت مثلا أكثر ذكاء
كوجين من جين. إذن هل يمكنك أن تكون أكثر ذكاء من جين؟ فتقول ماذا نسي جين؟ جين أوبلي كيلكو شوز. جين طبعا ذكر بأنه يرى. جو فوا لو سولاي، أنا أرى الشمس. إي دو نيواج، ثم أنا أرى غمامتين في السماء. طبعا إذن جين أوبلي كيلكو شوز، إذن جين أنه نسي شيئا ما. إي تيب لو مالا كو جين، هل أنت أكثر ذكاء من جين؟ بوتي دير، بوتي دير سو كو جين أوبلي. هل يمكنك أن تقول ماذا جين أوبلي، ماذا نسي؟ إذن نوبخونو ليماج بو دير سو كو جين أوبلي. Regardez sur l'image, dans le ciel bien sûr, on a deux nuages, voilà le premier et voilà le deuxième. Il voit aussi le soleil, il voit le soleil. Eden ouvre la chemise. Eden, est-ce qu'il a oublié quelque chose qui se trouve aussi dans le ciel? Elle ou n'a pas chez Anma, elle dit où j'ai Eden fait ses mains. Eden, t'as bien ouvert le corps, elle n'a pas fait ses mains. الشمس ثم غمامتين. Il a dit que dans le ciel il voit le soleil et deux nuages. Est-ce qu'il n'a pas oublié quelque chose? Bien sûr, il a oublié de citer l'avion. إذن هو ناسي أن يذكر الطائرة. إذن il a oublié l'avion. إذن هو ناسي الطائرة. إذن جين a dit Dans le ciel, je vois le soleil et deux nuages. J'ai oublié quelque chose. Eden, j'ai un oublié chez moi. Es-tu plus malin que Jane? Peux-tu dire ce que Jane a oublié? Bien sûr, il a oublié de citer l'avion. Il a oublié de citer l'avion. Eden, Eden, on a essayé un yadkora à ta era. Nous passons à la deuxième question. Eden, la salle est là. السؤال الثاني عشر. دو بوتيت في سيمون و أليس جو على بال. سيمون دي أليس باس مو لا بال، ستادير دون مو لا بال. مونتخ سيمون. سيمون دي أليس، سيمون دي أليس، سيمون تقول لأليس باس مو لا بال. إذن سيمون هي التي تطلب الكرة. باس مو لا بال، مونتخ سيمون. ثم المطلوب هنا أن نبين من تكون سيمون في الصورة. مونتر سيمون، مونتر سيمون، يعني أشير إلى سيمون. دابخي ليماج بيان سور، أون فا مونتخي كي سيمون، وي سيمون. ألوغ نشيرشون أترافيغ ليماج، ألوغ روغاردي سور ليماج، أو سون لي دو بوتيت في، أو سون لي دو بوتيت في، بيان سور، سو سون لا، فوالا. سيمون و أليس كي parle à l'autre. كي parle à l'autre. من التي تتكلم الأخرى كي parle à l'autre. هنا سيمون و أليس جو على بال. سيمون دي à أليس. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit passe-moi la balle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que سيمون n'a pas la balle. C'est Alice qui détient la balle. C'est Alice qui détient la balle. C'est Alice qui possède la balle. C'est Alice qui a la balle. Et donc, Alice, il est en Dalkora. Regardez là. Voilà Simon et voilà Alice qui détient la balle. Et donc, il y a dit Simon ou il y a dit Alice. Elle est en Dalkora. Nous passons à la 13e question. Combien y a-t-il de personnes qui marchent sur la route? Combien y a-t-il de personnes qui marchent sur la route? Combien y a-t-il? كم هناك? Combien y a-t-il? كم هناك de personnes, من الأشخاص qui marchent? الذين يسيرون كما ذكرنا في السابق. Qui marchent? طبعا كي تتغير على حساب الجملة. ممكن أن تعني اللاتي، ممكن أن تعني اللاتي أو الذين كما عندنا هنا، أو اللتان أو اللذان إلى غير ذلك. كي مارش الذين يسيرون، الذين يتمشون على الطريق. إذا طبعا هنا عندنا لو فيغ مارشي كما تلاحظوا أنه مصرف أيضا في لو بريزون، مصرف في الحاضر.
ولكن خاصنا نرد البال لواحد القضية هنا، هو أن البريزون راه بعد مرات تيعبر على الماضي، راه ماشي ديما لو بريزون تيعبر على لو بريزون. ولكن من حيث الصرف حنا تنتكلمو على البريزون، من حيث الصرف تنتكلمو على لو بريزون. إذن هاد الفعل أنه مصرف في لو بريزون، مصرف في الحاضر. كومبيان يا تي دو بيغسون كي مارش سور لا روت، إذن كم هناك، كم يوجد هناك دو بيغسون من الأشخاص كي مارش سور لا روت الذين يتمشون على الطريق. نو برونو ليماج اي نو شيرشون لا روت انديكي، فوالا سي لا روت. الوغ لا اون فا كونتي لي بيغسون كي مارش سور لا روت، إذن هنا سنعد الأشخاص الذين يسيرون على الطريق. بيان سور اون فا با كونتي لي غارسون كي فون افيلو. طبعا المشي يكون على الأرجل ولا يكون على الدراجات. بروميامون نو زافون ست فام لا ابيي دون روب جون كي بورتي اون روب جون. اون لا بروميير بيرسون، لا دوزيام بيرسون، لا تخوازيام بيرسون اي لا كاتخيام بيرسون. الوغ إليا كاتر بيرسون كي مارش سور لا روت، إليا كاتر بيرسون كي مارش سور لا روت. نو باسون ا لا ديرنيير كيستيون لا كاتورزيام. او سو تخوف لو فا ا غوش او ا دروات دو سيمون، ا غوش او ا دروات داليس. او سو تخوف لو فار، اين يوجد لو فار؟ نتكلم عن برج عالي انه ينتهي في قمته بضوء قوي، طبعا هو يصلح لمعرفة الاتجاه لتحديد الاتجاه بالنسبة للطائرات والسفن. إذن أو سو تخوف لو فار، أين يوجد لو فار؟ أ غوش أو أ دغوات دو سيمون، أ غوش أو أ دغوات داليس. إذن أين يوجد لو فار؟ هل هو على يسار أو على يمين سيمون؟ أو على يسار أو على يمين أليس؟ بيان سور نو بخونو ليماج إي نو شيرشون لو فار. Le phare, c'est celui-là. Voilà, c'est le phare. Alors, on est venu de dire que la petite fille s'appelle Simone, alors que celui s'appelle Alice. Alors, où se trouve le phare par rapport à Alice et par rapport à Simone? Le phare se trouve à droite de Simone et à gauche d'Alice. Et à gauche d'Alice. إذن طبعا لو فار أنه يوجد على يمين سيمون، ثم أنه يوجد على يسار أليس. نو باسون أو فوكابيلاغ دغوات غوش. مونتخ مو لا باج دو دغوات إلا باج دو غوش. مونتخ مو لا باج دو دغوات إلا باج دو غوش. إذن أريني، أريني لا باج دو دغوات، صفحة اليمين، المقصود الصفحة الموجودة على اليمين إلى باج دو غوش، ثم الصفحة الموجودة على اليسار. هنا عندنا وصفحة اليسار، إلى باج دو غوش وصفحة اليسار. أبهر لي أو أشير إلى لا باج دو غوش، الصفحة الموجودة على الشمال. ثم عندنا مونتخ موا تا ما دغوات إي تا ما غوش، مونتخ موا تا ما دغوات إي تا ما غوش، مونتخ موا تا ما دغوات إي تا ما غوش. إذن أبهر لي، أشير لي، أشير لي كما نقول، وريني، وريني بصبعك مثلا. طما دغوات يدك اليمنى اي طما غوش، ثم يدك اليسرى، ثم يدك اليسرى. إذا ستقول فوالا ماما دغوات، فوالا سي ماما دغوات، إذا هذه هي يدي اليمنى اي فوالا سي ماما غوش، ثم ها هي يدي اليسرى. ثم عندنا Comment s'appelle le camarade qui est à ta droite? Comment s'appelle le camarade qui est à ta droite? إذن ماذا يسمى الرفيق أو الصديق qui est à ta droite الذي يوجد على يمينك؟ الذي يوجد على يمينك. إذن وأنت تجلس في القسم، إذن ستلتفت إلى يمينك ثم تقول رفيق الموجود على اليمين le camarade qui est à ma droite سابيل رشيد. إذن رفيق الموجود على يميني يسمى رشيد. اي سولوي كي اتا غوش، اي سولوي كي اتا غوش، والذي يوجد على يسارك، المقصود هنا
Et comment s'appelle le camarade qui est à ta gauche? وماذا يسمى الرفيق الموجود على يسارك؟ إذن ستقول Le camarade qui est à ma gauche s'appelle Mustafa. إذن الرفيق الموجود على شمالي يسمى مصطفى. إذن تختار الاسم الذي يناسب. ممكن أننا نقول أيضا Le camarade qui se trouve à ma droite. Le camarade qui se trouve à ma droite. الرفيق الموجود على يميني Le camarade qui se trouve à ma droite s'appelle Zouhair. الرفيق الذي يوجد على يميني يسمى زهير. Le camarade qui se trouve à ma gauche s'appelle Adnan. ثم عندنا marche المشي أو امشي. Tourne à droite. Marche يعني امشي ثم tourne à droite. استدير إلى اليمين. Tourne à gauche. استدير إلى اليسار. إذا تقول لشخص marche يعني امشي. هنا عندنا لو فيرب مارشي كونجيغي على الامبيراتيف. إذا عندنا لو فيرب مارشي فعل تمشى ولكن مصرف الأمر كونجيغي على الامبيراتيف. ثم بنفس الطريقة عندنا هنا لو فيرب تورني كونجيغي على الامبيراتيف كونجيغي على الامبيراتيف. إذا عندنا فعل استدار ولكن مصرف في الأمر. تورن أدغوات استدير إلى اليمين دور على اليم ديالك. ثم تورن ا غوش دور على اليسار ديالك. عندنا لو فيرب تورني كونجيغي على الامبيراتيف. اذا ثم بور الي على بوست بور الي على بوست بروني لا بروميير ري ا دروات بروني لا بروميير ري ا دروات بور الي على بوست بروني لا بروميير ري ا دروات. من اجل الذهاب الى البريد بروني لا بروميير ري بروني لا بروميير ري ا دروات. خذ الطريق الاول على اليمين يعني الطريق الاولى اللي غتلقاها دور على اليمين. الطريق الاولى اللي غتلقاها دور على اليمين بروني لا بروميير رو ا دروات. اذا خذي الطريق الاول على اليمين ثم عندنا بوي لا دوزيام رو ا غوش ثم الطريق الثاني على اليسار ثم الطريق الثاني على اليسار. اذا الطريق الثاني اللي غتلقاها دور على اليسار ديالك بوي لا دوزيام رو ا غوش ثم الطريق الثاني على اليسار. إذن ممكن أننا نعطي أوامر بهذا الشكل الذي عندنا هنا من أجل البلوغ إلى مكان معين. إذن كما قلنا مارش تورن ا دروات تورن ا غوش بور الي لا بوست بور الي لا بوست بروني لا بروميير رو ا دروات بوي لا دوزيام رو ا غوش. ثم عندنا لي كولور الألوان لو سيال بلو لو سيال بلو السماء زرقاء النياج غري النياج غري. ثم نتكلم عن غمامة رمادية ولكن هنا ما عندناش غمامة رمادية عندنا هنا الكلمة مذكرة حتى الكلمة تتعبر على التذكير لأنه في المؤنث نقول غريز لأنه في المؤنث نقول غريز مثلا لا كارت غريز الورقة الرمادية. إذن النياج غري إذا نتكلم عن غمام كما نقول رمادي. ثم عندنا أمايو فيغي بلون أمايو فيغي بلون. إذا نتكلم عن لباس فيغي بلون أخضر أبيض بالأخضر والأبيض. ثم عندنا أن بالون روج أن بالون روج. إذا نتكلم عن بالون أو كرة حمراء. حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.